لما بتتعزم على الفطار يا ترى بتروح امتى وبتروح على ميعادك بالظبط ولا بتروح قبلها بشويه؟ خلينا ناخد تعليقات. اول تعليق معانا من محمد الشاذلي وزعنا في البرنامج، بيقول ببات عندهم قبلها بليله. يعني هو شاذلي زميلنا وكل حاجه، بس هو السؤال يعني المثل بيقول يا شاذلي يا بخت من زار وخفف، فانت رايح كده على سحور وفطار، ما بقاش الموضوع سحور بس. والسؤال هو بياخد معاه ايه بقى وهو رايح؟ شاذلي عادته ما بيتشبعش منها، فيا بخت من يجيله شاذلي. طيب يعني احنا شهادتنا هتبقى مجروحه برضه. كلمتين كويسين في حق الشاذلي. يعني شاذلي بقى عنده، انت ما حضرتش المره اللي فاتت لما شاذلي عمل لنا صينيه الجلاش بالبسطرمه؟ لا للاسف ما عرفتش اجي العزومه. لا فاتتك. لا هو شاذلي عنده مواهب، هو شيف يعني. شاذلي هو فنان في ده بصراحه يعني. طيب في كمان استاذ علاء هارون بيقول صباح الخير يا استاذ احمد انت والاستاذه منى، لو معزوم بعيد عن البيت بروح قبلها بنص ساعه، لو قريب قبل المغرب بعشر دقائق، او ممكن ابات عندهم. كل سنه وانتم طيبين. ده بيتضامن مع شاذلي، واضح ان شاذلي فكره والفكره لا تموت. شاذلي اسلوب حياه. طيب احمد سعد قلاجة بيقول صباح الخير والسعاده عليكم وعلى الساده المشاهدين، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم من نصريه مركز صان الحجر الشرقيه. اولا لما اكون معزومه عند حد بروح، لو صديق عزيز عليا قوي بروح قبل الفطار بنص ساعه عشان نساعد بعض وعشان ارفع راسه واشرفه قدام الناس. تحياتي لحضراتكم ورمضان كريم. الله اكبر. تفتكر قصه اشرفه قدام الناس وارفع راسه قدام الناس دي بتبقى فارقه قوي؟ ما دي الاهل، عارفه انت بقى بحس وبتفرق احيانا في سنوات الزواج الاولى اعتقد، عارفه اللي هو ايه، لسه متجوزين ومقبلين على الحياه الورديه، فاللي هو يعني اهلك واهلي، فانت اهلك جوب بدري، اهلك ساعدوا، لا انت اهلك مثلا اكيد بيبقى فيه شويه التحابيش اللي بتحصل دي. اصل لما تعزم حد في البيت ده جاي لك في البيت، ده مدخله بيتك، فخلاص ده من البيت، فتمام. يا راجل احنا رفعنا التكلفه خلاص بقى بينا اهلي. طيب في سيف الدين بيقول صباح الخير عليكم، لو معزوم على الفطار بحب اروح قبلها بشويه اقعد مع الشخص اللي عازمني ونتكلم ونضحك وتبقى قاعده حلوه، خصوصا لو حد من اصحابي المقربين او حد من اهلي. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. يعني ما اعتقدش ان حد عنده طاقه قبل المغرب ب 10 دقايق ان هو يقعد يضحك ويتكلم. والله ولا بعد المغرب، ما اكذبش عليك. لا بعد المغرب فيه يعني. والله ما اكذبش عليك، بس الواحد بيبقى الناس عنده في البيت فلازم يبقى مبتسم ومضياف، لكن لا قبل. من باب المجاملات يعني. فكرني ما نجيش عندك. مش كده خلاص بقى، ما طلع احنا الجامد بيت اختك، اوعى تقول كده. طيب ايمن بيقول ما بحبش اتعزم مش هروح، بس لو حد عزيز عليا اكيد هروح، وهروح قبلها بفتره طبعا عشان اساعد مش اروح اكل وامشي. صحيح دكتور يا عبد الصمد. في اشرف عمران بيقول صباح الخير عليكم جميعا، انا بتعزم كتير بس بحب اروح قبل المغرب بساعه، ولازم اعرف الفطار ايه قبل ما اروح عشان نبقى على نور يعني. اشرف ده جنب الاخر يعني، الاكل عاجبني هاجي، مش عاجبني خلاص من خرج من داره تقل مقداره زي ما بيتقال. نسمة رأفت بتقول صباح الخير والسعادة عليكم يا أحلى مذيعين في أحلى برنامج، بصراحة الوقت اللي قبل الفطار ده بتبقى الناس بتجري في الشارع جري بطريقة مرعبة، وخصوصا مع تحسن حالة الطرق، عشان كده الواحد أفضل أنه يعمل حسابه وما يتأخرش عن ميعاده، وما يعرضش كمان نفسه لمخاطر الطريق. ربنا يسترها. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانت بألف صحة وخير يا نسمة. بس بقى منا خدي الحكمة من ملكة زمان. اوكي اسم الاكونت. اوكي ملكة زماني بتقول صباح الخير، لو معزومه بروح قبل اذان المغرب بشويه. في اجماع في اجماع، لا تحس كده ان قبل اذان المغرب بشويه ده في اجماع يعني، او بعد اذان المغرب بشويه. ما بعد دي جديده يا منى. والله جميله، جربوه تنبسط. يعني انت وشاذلي بتعملوا حاله بصراحه، حد راح على بيات وانت راح بعد حاولوا تقعدوا مع بعض هتوصلوا لحاجه في الميعاد. لطيف. عبير سالم الغريب بتقول صباح الفل من بلد السحر والجمال، عروس القناة الإسماعيلية، كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، ربنا يجعلها أيام مباركة، لو عند قرايبنا بروح بدري عشان أساعدهم، لكن لو ناس غريبة ممكن قبل المغرب بدقايق أصبح على أمي وأختي وزوج أختي ربنا يحفظهم ليا. في بسمة جمال بتقول لو معزومة على الفطار هاخد شنطة هدومي، لأن لو عجبني الفطار هكمل للسحور، اكمل باقي رمضان كمان عندهم. أوكي. ما عنديش اي مشكله، ربنا يهديهم ويحبب ويجيبوا هدوم العيد ليا وهو داخلين على الصيف اصيف عندهم، بحيث ان هم يعني لا ده كده بقى انت رايحه تفطري في وزاره التضامن الاجتماعي بصراحه. طيب علاء ابو زيد بيقول صباح الخير على مصر وعلى كل المصريين، اشوف الاول انا معزومه عند مين واشوف درجه القرب منا وبين بعض، يعني مثلا لو اخويا او صديق او جاري ممكن اقرر اروح بدري ولا لا،
ولا اقرر اروح على الفطار مباشره؟ الاغلب بروح بدري. تحياتي وشكرا من البحيره كوم حماده علاء ابو زيد بلدياتي. انا من البحيره. يعني اجدع ناس، ما اقدرش اقول غير كده بصراحه. طيب في علاء العمري بيقول لا بروح قبل الفطار بثانيه او ثانيتين، ويا بخت من زار وخفف. وناس يقول سامع يا شاذلي. انا موافقه والله على فكره البدري بدري دي، او يعني خفيف خفيف. بالظبط، قولي له بقى. لا بس شاذلي برضه اهلا. يعمل اللي هو عاوزه. طيب عبد الحكيم الحايز بيقول صباح الخير عليكم، العزومه بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص اخر واحد بيحضر لاي عزومه، بحس له كده بمنظر جميل، عاده مش بعرف ابطلها، بيحب يحضر متاخر عشان الناس كلها تبقى مستنياه. طيب في استاذ علاء الدين، استاذ علاء بيقول صباح الخير عليكم، محدش بيعزمني على الفطار علشان اروح بدري او متاخر، فبفطر في بيتي وبريح دماغي. لا والله يا استاذ علاء، يعني في دعوه هنا من برنامج صباح الخير يا مصر، تعالى نعزمك على الفطار في المكان اللي انت عاوزه كمان. تنور وتشرف. صعبت علينا يا شيخ. طيب اهو ابراهيم عبد الوهاب بيقول بوصل مع مدفع الافطار عشان ببقى فاصل شحن، باجل الحكاوي لبعد المغرب على روقان، وصباح الخير يا مصر. صباح النور عليه. يعني اكيد لسه مستنيين اجاباتكم وتعليقات اكتر، واكيد هنعرضها خلال الحلقه اللي بتستمر حتى العاشرة صباحا. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا في صباح الخير يا مصر.